السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمة الفنون التصويرية إيمان الشيخ. النهاردة حبيت ناخد درس جديد عن تصميم الحروف العربية. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. أهداف درسنا النهاردة يا حبايبي، أول حاجة أن تتعرف الطالبة على معنى التصميم، أن تتعرف على عناصر التصميم، أن تذكر بعض من الحروف العربية، ده الهدف المعرفي. تاني حاجة أن تستشعر الطالبة قيمة التصميم في العمل الفني، وده الهدف الوجداني. تالت حاجة آخر حاجة أن تقوم الطالبة برسم الحروف العربية بأحجام مختلفة، وده الهدف المهاري. نيجي على مصطلحات درسنا النهاردة. أول حاجة معانا في المصطلح معنى التصميم. التصميم هو إعادة تشكيل الأفكار وصياغتها لابتكار عمل ما. تاني حاجة في المصطلحات بتاعتنا عناصر التصميم. عناصر التصميم هو 6 عناصر. أول حاجة النقطة، تاني حاجة التكرار، تالت حاجة الخط، رابع حاجة الملمس، خامس حاجة الاتزان، سادس حاجة آخر حاجة الشكل. نيجي على أول سؤال لنا النهاردة في درسنا، اذكري عناصر التصميم. هما 6 عناصر زي ما قلنا، اذكريهم يلا يا حبيبتي. نيجي على السؤال الثاني، وهو ما هو تعريف التصميم؟ يلا يا حبيبتي قولوا تعريف التصميم شطار. يلا بينا على الأدوات اللي هنستخدمها من ترتيب النهاردة. أول حاجة كراسة الرسم يكون بيضاء، تاني حاجة القلم الرصاص، تالت حاجة الممحاة، رابع حاجة الفرجال، خامس حاجة الألوان الخشبية أو الفلوماستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة الفنون البصرية من الشيخ. النهاردة يا حبيباتي هناخد درس جديد عن الحروف باللغة العربية، تصميم الحروف باللغة العربية. أنا هرسم دلوقتي الفرجال، هستخدم الفرجال، يعني هرسم دائرة، او ممكن تعملي بمستطيل زي ما انت عايزة. اللي مش معاها فرجال ترسم بالمسطرة، يعني تعمل مستطيل. هنا 15، الطول 15 والعرض 20، براحتك لكي الاختيار، حرية الاختيار. انا دلوقتي هرسم الدائرة. اهو بالشكل كده هبدا ارسم الحروف العربيه. مثلا هعمل العين كبيره كده، طبعا الحروف العربيه بنعملها بخط مستوى. عشان مش هتعرف تثبتي ايدك وتعملي خط كله مستوى، يعني ارتفاع مسافة تكون شبه بعض، لازم ايه تخططي، مش لازم اللي هو ايه تعملي بقلم رصاص تقيل، عشان لو عايزين نمحي ما نسيبش اثر في الكراسة. اهو بالشكل ده كده. بلف الكراسة معايا عشان مش هعرف اثبت ايدي وانا برسم، فايه بلف الكراسة بالشكل ده كده. وفي الاخر باجي ايه ارفعها كده بحيث هتدينا ايه الشكل ده. تمام، انا خلصت اهو حرف العين. ممكن
ننزلها شوية هنا. تمام. نيجي بقى نعمل الحروف التانية. انا عايزة احجام مختلفة، يعني في اسمه ايه، صغير، كبير، متوسط، مش عايزة كله يبقى نفس الحجم. اجي مثلا هنا هعمل الف، اظبطها شوية. اهو بالشكل ده كده. مثلا هاجي هنا اعمل باء، انا بحاول ايه اعمل كله متداخل. اهو بالشكل ده كده خلصت الباء والالف والعين، خلصت اهو. هاجي مثلا اعمل السين، محتاجة تظبط شوية. بالشكل ده كده. هاجي اعمل الكاف، هعمل حوالين دايرة. اهو هحاول ايه امدها شوية عشان تديها شكل الكاف حلو كده مثلا. هاجي هنا اعمل لام، اهو شايفين. هبدأ بقى ايه اعمل حروف مختلفة. هجي مثلا هنا اعمل الفاء،
اهي كده الياء بنعملها هنا اهو خلصت. اجي اعمل النون هنا مثلا خلصت النونية. انا خلصت كده. خلصنا ايه رسم الاحرف. هنبدأ ايه نخططها بالاسود. انا دلوقتي هخطط بالاسود خشب او في مصر براحتك، بس مش هخطط الدائرة بتاعتي عشان ايه في الاخر خالص بعد ما الون همسح الدائرة دي. التخطيط زي ما انتوا عارفين بنمشي فوق قلم الرصاص، يعني العين همشي فيها وبالقلم الاسود. بالشكل ده كده انا دلوقتي خططت. هبدأ بقى امسح ايه الدائرة دي ازاي كده. بس انا كنت عاملة خط خفيف ايه دائرة، هبدأ امسحها بحيث الشكل يدينا شكل ايه على شكل دائرة. اهو شايفين بالشكل ده كده. اهو خلصت. هبدأ بقى ايه الون. انا دلوقتي هلون العين باللون البنفسجي ده. طبعا احنا عارفين التلوين بيكون في اتجاه واحد، ما ندركش اي فراغات بيضة اثناء التلوين، ونحاول نتقل على القلم اللون بتاعنا عشان لونه يبقى غامق فيدينا شكل حلو. بالشكل ده كده شايفين. طبعا في بنات هتقولي ممكن الون بالفلوماستر، عادي براحتك، بس لو ايه تعرفي تلوني بالفلوماستر بحيث الورقة ما تبطش منك ولا تتقطع، والتلوين يكون خفيف في اتجاه واحد. بالشكل ده كده. انا دلوقتي خلصت العين اهو. هلون كل حرف باللون اللي انا عاوزاه. مثلا هلون الف باللون الاصفر الغامق ده. هلون دلوقتي الباب باللون الاخضر الفاتح ده. هلون اللام باللون الازرق الغامق ده. انا كده خلصت اهو التلوين. تلوين في اتجاه واحد. تقلت على الالوان عشان الرسمة تبقى حلوة، ما طلعش بره الخط. عشان كده احنا خططنا دي عشان ما طلعش بره الخط. اختار الالوان المناسبة لرسمتك، الرسمة تطلع حلوة. رسمتنا كده خلصت النهاردة. ان شاء الله نقابلكم الاسبوع الجاي في رسمة جديدة ودرس جديد. شكرا.